معنا عبر الهاتف نبيل جامل، عضو بلجنة المفاوضات لفتح طريق تعز. مرحبا بك معنا أستاذ نبيل. بما تفسر إصرار الميليشيات على رفض فتح الطرقات الرئيسة المتعارف عليها في تعز؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا للأسف الشديد أنه الرد الذي وصل للمبعوث الأممي من الحوثيين وبعد 12 يوم برضو من الاستهلاك للوقت الهدنة كان رد سلبي، ويعيد قضية المفاوضات فلسفة طرق في تعز إلى مربع الأول بل إلى قبل المربع الأول. للأسف أن الحوثيين لم يجد بينهم رجل رشيد يلتقط الفرصة هذه التي وضعها العالم والفاعلين الدوليين أمام الحوثيين لكي يلتقطوها وتكون فرصة للسلام. فتم رفض هذه المقترحات وتم رفض فتح طرق رئيسية في تعز لتخفيف معاناة الناس، ولا زال نفس السيناريو أو الاستراتيجية التي مارسها الحوثي بقضية التلاعب بالألفاظ والتلاعب في الطرقات والتلاعب بالهدان. ونأمل أن هذا الرد والرسالة اللي كانت منظور التوقيع الرسامي للمبعوث الأممي أن يكون هناك رد فعلا من المبعوث الأممي، لأن في الأخير احنا نستطيع نقول أن في تعز خلال المفاوضات اللي كانت في عمان نزلنا الى الحد الادنى من مطالب الناس واللي هي مطالب انسانيه. نعم، يعني تاريخ واحد فقط شيء رسمي.